فتحي بدأت تثبت أقدامك في خط وسط النادي الأهلي، واحد من العناصر اللي بينادي بيها دايما جماهير النادي الأهلي. أنا بشكر الفراش طبعا على الكلام الحلو اللي هو بيقوله ده، فالحمد لله يعني على بطولة الدوري وأول بطولة ليا، والحمد لله على الماتش النهارده. احنا خدنا اللي احنا أول ديربي صح، وخدنا اللي احنا عايزينه من الماتش والحمد لله. يعني تقول إيه لعلي معلول هداف الفريق وواحد من اللعيبة اللي الجماهير بتنادي تقول لك أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم؟ أحسن لاعب في مصر السنة دي، ما شاء الله ربنا يحميه وربنا يخليه لينا إن شاء الله. يعني أشكرك كابتن حمدي والتوفيق إن شاء الله في المرحلة القادمة بإذن الله. ربنا يخليك.